هذا ولا ينكر مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه دولة الكويت الشقيقة في تلك الأيام العصيبة إلا جاحد وحاقد ومنافق، فكان للمملكة الدور الأبرز في إرجاع الحق لأهله انطلاقا من مسؤولياتها في المنطقة وواجبها تجاه شقيقتها دولة الكويت. يا اخوانا اقول ان شاء الله صادق، ما تهمني ولا اهتميت ان في شيء اسمه السعوديه، اهتميت ان في شيء راح الكويت، لكن راح والله ما 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 في يوم من الايام الا وتفكيري لا اعرف ليش الكويت لابد ان نرجع ان شاء الله. هذا كان تفكيري بشكل او باخر، ولا تروح السعوديه والكويت سوا ما يخالف، معلش اذا راحت كل الناس بينتهون الى يوم ما فيه لا مال ولا بنون الا من اتلى بقلب سليم. يعني الحياه ليش؟ الحياه عشان ايش؟ عشان يكون كرامه؟ اذا رحت كرامه الكويت رحت كرامه السعوديه.